لنا شويه على التجربه ديالك كيفاش دوزتي في هوات حلويات صنع حلويات المغرب؟ كأول مرة يعني كندوز بشي مباراة بحال هكذي، يعني صعيبة من ناحية الوقت، من ناحية الستريس، من ناحية كل شيء كيشوف فيك. أول مرة كتخدم وسط الناس وسط هذا كتكون شوية صعيبة، ولكن الحمد لله من بعد كل شيء كيتنسى، كتبقى غير الفرحة الحمد لله. واش كتشوفي أنك تظلمتي أنك ما شكتيش أنت هي الفائزة اليوم، ولا خانتك المقادير لوتراك؟ ما عاودي لنا شنو وقع. لا، كان صراحه الغلط ديالي انا، بالعكس انا توقعت هذه النتيجه والحمد لله في الاخر كنا رابحين الحمد لله. الاجواء ديال المسابقه والستريس اللي كان، واش كان عليك شي ضغط؟ واش كتشوفي انك تظلمتي انك ما دزتيش الفينال؟ بيان سور كان لو ستريس انك تخدم قدام الناس، بيان سور كان ان ستريس، وهذا في حد ذاته رباح، ماشي تظلمنا. نورمالمون كيكونوا اخطاء كنحاولوا اننا نصلحوهم، وما تظلمناش بيان سور. اننا وصلنا هنايا راه سان كرون، راه حنا رابحين. واش هاد الهوايه ديال صنع الحلويات واش عندك قريتيها ولا غير هوايه ديالك؟ نو، انا هاويه، عمرني ما قريت. نورمالمون كناخذوا وصفات من الانترنت كنطبقوهم وكنزيدوا من راسنا فيهم وكنتفنوا. المشاريع المستقبليه ديال زينب، واش كتشوفي انك صافي الباركور ديالك تحبس هنا، ولا مازال غتشاركي في مسابقات اخرى، ولا شنو؟ نو با دي تو، عطاني دفع انني نقرا لا باتيسري باسكو سي اون باسيون اللي كانت عندي من الصغر. دابا عطاني دفع انني نقراها ان شاء الله. بون شونس.